اتولد وفي بقه معلقة ذهب. عمرك كنت تتخيل ان الجملة دي تتطبق على ارض الواقع؟ الحقيقة ان ده اللي حصل فعلا، وده لان في خمس صغار بقى عندهم مليارات وهم سنهم لسه ما كملش 15 و10 سنين كمان. ده في منهم بقى من المشاهير من قبل ما يتولدوا اصلا. بس مين العيال دي وازاي قدروا انهم يجمعوا الثروة دي وهم في السن ده؟ ويا ترى حجم ثروتهم وصل لكام؟ كل ده واكتر هتعرفوا بس تابعنا في الفيديو ده. دايما الفكره اللي بتيجي في ذهننا عن المليونيرات والمليارديرات انهم ياما اشخاص كبار في السن، وده لانهم خدوا سنين طويله في جمع ثرواتهم او شباب صغير ناجحين في شغلهم وقدروا انهم يجمعوا ثروتهم في وقت قليل. بس عمرك كنت تتخيل ان اشخاص لسه سنهم اقل من 15 سنه يكون عندهم ثروه ضخمه محتاجه سنين وسنين علشان تقدر تجمعها؟ لكن هي ايه حكايتهم؟ شوف يا سيدي، حسب موقع العين الاخباريه ففي خمسه من الصغار انضموا لقائمه اغنى خمس اشخاص تحت السن على مستوى العالم. اولهم الاميره شارلوت، ودي اتولدت سنه 2015 في لندن، وهي واحده من اعضاء العائله الملكيه البريطانيه، ودي مشهوره جدا ووسائل الاعلام البريطانيه دايما متابعه اخبارها. شارلوت دي يا سيدي تعتبر الاغنى بين الاشخاص اللي في نفس سنها على مستوى العالم كله، وثروتها اكبر من شقيقها الاكبر بمجموع ثروة 5 مليار دولار، وده بسبب المجوهرات اللي ورثتها من العائلة الملكية البريطانية. من بين القائمة دي كمان هو الأمير جورج، وده الابن الأكبر للأمير ويليام دوك كامبريدج وكيت ميدلتون، وده من مواليد 22 يوليو 2013، يعني عنده 10 سنين. والأهم إنه الوريث الثاني للعرش البريطاني بعد والده الأمير ويليام. حياة الأمير جورج اتقلبت سنة 2015، وده لما حصل على المرتبة 49 ضمن أفضل 50 رجل بيرتدوا ملابس في بريطانيا. وبعدها بثلاث سنين جورج بقى أصغر شخص يظهر في قائمة تيتلر الأكثر أناقة في العالم. ومن سنة 2021 لحد دلوقتي ثروة الأمير جورج ألكسندر لويس وصلت ل 3 مليار دولار. في المرتبة الثالثة بقى تيجي بلوئيفي كارتر اللي اتولدت سنة 2012، ودي البنت الأولى للمغنيين الأمريكيين بيونسي وجي زي، ودي من أصغر المغنيين في العالم. وتعتبر سنة 2020 هي وش السعادة على بلوئيفي لما غنت أغنية لأمها بيونسي، وبعدها بقى خدت جوائز كتير جدا بسبب الأغنية دي، من ضمنهم جائزة جرامي أورد لأفضل فيديو موسيقى للأغنية نفسها. وده خلاها تاخد رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية لأنها أصغر فايزة بالجائزة دي بشكل فردي. ودلوقتي حجم ثروة بلو إيفي خلال عام 2023 وصل لمليار دولار تقريبا. تيجي في المرتبة الرابعة بقى ساري كروز اللي عندها 15 سنة، ودي بنت الممثل الأمريكي توم كروز وكاتي هول، وده بقى سهل حصولها على ثروة ضخمة من يوم ولادتها. وساري زيها زي باقي قرايينها من العائلات الغنية اللي بيورثوا أهاليهم، ومن المفترض إنها تورث غالبية ممتلكات أبوها وأمها، وده هيخلي ثروتها توصل ل 800 مليون دولار، وعلى فكرة هي تعتبر من بين أغنى المراهقين في العالم. أما بقى في المرتبة الخامسة والأخيرة تيجي ستورمي وستر، ودي بنت عارضة الأزياء كيلي جينر والممثلة. البنت دي بقت من المشاهير من قبل ولادتها لدرجة إنها دلوقتي بقت أشهر من أبوها وأمها. البنت دي شغالة دلوقتي عارضة للأزياء بالإضافة لجمعها بعض الأموال من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حجم ثروة ستورمي وصل في عام 2021 تقريبا ل 726 مليون دولار، وبكده احتلت المرتبة الخامسة عالميا. دلوقتي قولنا حجم ثروتك وصل لكام؟